فقال عز وجل
بيت النبوة وموعدنا بذلكم فاطمة وعدوها وقاعدها وبنوها. ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فرد يسري إلا لعبدكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فألتزم لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه من قد زنت لك فأرسل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أحضاها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من الفضل ان الله فضل النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر ما هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي اجم من شيتنا ومحيطنا الا انزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال لي زادنا الحزن وفاض شيتنا ورب الكعبه. فقال النبي اوصاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برساله نجيا ما ذكر خبر ما هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم الا وفرج الله هما ولا مظلوم الا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال لي نظام الله فضنا وصعدنا وكذلك شيتنا فاضوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.